الإسلام الذي صلح جدلا الملك محمد السادس نسأل الله ولياته. تنظم جمعية التضامن للتنمية والهجرة فعاليات المهرجان المتوسطي للسينما والهجرة. يا السادة والسيدات الحضور الكريم، يطل علينا المهرجان المتوسطي للسينما والهجرة بمدينة وجدة هذه السنة من خلال دورة السابعة تحت شعار السينما في خدمة المهرج. بعد النجاحات والتطورات من دورة إلى أخرى، دورة بعد أخرى أصبح مهرجاننا موعد لا بد عقله من منطق إيماننا الراسخ في أن السينما فن جامع لفنون الإنسان، من العمارة والموسيقى والرسم والنحت والشعر والرقص، فهو مرآة النفس الإنسانية يحرك ويؤثر، يجذب الأحاسيس والمشاعر بضيف الاتقاء بالنفس فكرا وثقافة لجسم تطلعاتنا وأمالنا لتطوير الحضارة الإنسانية وإقامة حوار حقيقي بين الثقافات والشعوب المختلفة لعلمتها في منظومة ثقافية ليس لها حدود مكانية ولا زمن، تخدم التطور والارتقاء بالقيم الإنسانية في هذا الكون. وستشكل الدور السابع للمهرجان المتوسطي للسينما والهجرة فضاء لتبادل الأفكار والآراء على آخر ما جد في مجال الإنتاج السمعي البصري وخصوصا الأفلام تخص الهجرة والمهاجرين، مما يمثل فرصة للمخرجين والمهتمين والفكر بين الشعوب ببعضها البعض، ويعتبر هذا البعض ركنا أساسيا من الحضارة والفكر، ولها دور في عكس روح العصر ودانة التخلف وفتح عيون المشاهد ليرى في صورة مرئية واقعة وظروفه وحقيقته. من موقعنا وإيماننا بدورنا في تطوير السينما المغربية سنواصل من أجل إرساء مشروع إبداعي يختص بنشر فيلم الهجرة في ربوع المملكة المغربية. وفي الأخير أود أن أشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الدورة. لهذا المناسبة أشكر وزارة الثقافة والإنتصار، المركز السينمائي المغربي، سيد والي الجهة الشرقية، سيد رئيس مجلس الجهة، سيد رئيس الجماعة الحضرية، سيد رئيس مجلس الإقليمي لعمل جدة أنقاذ، سيد مدير وكالة سنة الإقليم الشرقية، سيد مدير المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والإنتصار، رئيس مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المكملة بالخارج، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، مدير مصنع محمد الخامس والمنظمة المغربية للثقافة الدبلوماسية، وكذلك غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، وكل من ساهم في نجاح هذه الدورة، وشكراً.